الجزء الأخير من المحاضرة الرابعة Direct Titration اللي هي التصحيح المباشر. A titrant reacts directly with an analyte in the conical flask in the presence of an indicator. يتفاعل المعاير مباشرة مع المادة التحليلية، يعني المادة معلومة التركيز راح تتفاعل مباشرة مع المادة مجهولة التركيز. وين تتفاعل هذا؟ وين يتم التفاعل؟ بالدورق المخروطي in the conical flask in the presence of an indicator، وبوجود مؤشر أو دليل. نأخذ هذا الإكزامبل، قول 285 ملغرام of Na2C2O4. المولكيولر ويت لهذا المركب هو 134 was transferred to a titration conical flask. تم نقل 285 ملغرام من هذا المركب وكتلته المولية 134، تم نقله إلى دورق مخروطي. خوش. After adding acid solution, the sodium oxalate solution was titrated with a non-solution of KMnO4 according to the following equation. يقول لنا after adding acid solution، بعد إضافة محلول حامض، the sodium oxalate solution، محلول أوكسالات الصوديوم، was titrated، هنا راح تتصحح أو تتم معايرتها with مع a non-solution of KMnO4 according مع مادة أو محلول مجهول من ال KMnO4 according to the following equation، وفقا للمعادلة التالية. انطينا المعادلة العامة إلي. If the volume of KMnO4 solution at the equivalent point was 34 milliliter. Calculate the molarity of KMnO4 solution. إذا كان الحجم مال KMnO4، محلول KMnO4 عند نقطة التكافؤ، إيش قد حجمه؟ 34 milliliter. يريد من عندنا المولاريتي مال KMnO4. هسا أول شيء منطينا هذا المركب، منطينا كتلة وكتلة مولية، تمام، منطينا هذا المركب ومنطينا حجمه، وش رايد المولارية؟ المولارية ويا الحجم شنو المجهول بعد هنا؟ هو إما عدد المولات او الملي مول، ونفس هاي عدد المولات بس هنا بالمول هنا بالملي مول. اذا هذا المجهول، تمام، فش نسوي؟ نكتب الملي مول of KMnO4 اللي نريدها احنا المطلوبة. شي يساوي لنا؟ يساوي ملي مول of Na2C2O4 في A على B. هذا القانون مالته، انه الملي مولات مال KMnO4 شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الملي مولات مال Na2C2O4 في اي على بي، تمام. الملي مول هو الريت احنا ملي مول يساوي المولات هي كتلة على كتلة مولية، هاي ايش منطينا من عدها؟ كتلة وكتلة مولية. الكتلة شقد؟
285 ملغرام. الكتلة المولية شقد؟ 134. إذا اكتبها 285 على 134 في الأي مال الطرف الأيسر والبي مال الطرف الأيمن. الأي الكي أم أن أو فور بالمعادلة شقد؟ الأم أن أو فور 2، والبي اللي هو الأن أي تو سي تو أو فور سي تو أو فور شقد؟ 5. بالضرب ضرب هذني 2 في 285 و5 في 134 ونقسمها راح يطلع لنا 0.85 ملي مول. هسه ايش طلعنا الملي مولات؟ شنو هو المطلوب؟ المطلوب هو المولاريتي، المولاريتي مال كي ام ان او 4 طلعنا 0.85 ملي مول على الحجم اللي طانا اياه هو 34 ملي لتر. 34 ملي لتر وتساوي لنا من نقسم راح تطلع لنا 0.025 شنو مولارية. يعني اللي هو مو مطلوب مولارية يريدها مولاري، وهو منطينا حجم شقد هو 34 ملي لتر. اش ناقصنا؟ ناقصنا الملي مول. الملي مول احنا ما عدنا، بس عدنا قانون يجمع بين المركبين اللي هي الملي مولات مال الكي ام ان او 4 يساوي ملي مولات مال ان اي 2 سي 2 او 4 في الاي على بي. الملي مولات مال كي ام ان او 4 هي مجهولة، تمام؟ هاي نخليها على صفحة. نشتغل على الان اي 2 سي 2 او 4. اش منطينا بالسؤال عليها؟ انه الكتلة مالته 285 ملي غرام والكتلة المولية مالته 134 ملي غرام. نزلناها الكتلة على الكتلة المولية في الاي مال الطرف الايسر والبي مال الطرف الايمن. الاي شنو هو الموجود هنا؟ كي ام ان او 4. نروح على المعادله الام ان او 4 2، اذا كتبناها 2. السي 2 او 4 5، اذا كتبناها 5. نضرب 2 في 285 وال5 في 134 ونقسمها راح تطلع 0.85 ملي مول. طلعنا عدد الملي مولات، صارت الحجم الملي مولات متوفرة والحجم متوفر. اذا نطلع الكتلة او نطلع المولارية مال الكي ام ان او 4. طلاب بالنسبة لهذا السؤال فهو قال عليه ما مطلوب وفقط للاطلاع بالمحاضرة. قال نجي الباك تايتريشن اللي هو التصحيح الخلفي. Here an intermediate reactant E is added in excess of that required to exhaust the analyte A. راح يتم إضافة متفاعل وسيط اللي هو نرمز له بالرمز A أكثر من المطلوب، يعني راح نضيف كمية زايدة. إحنا مطلوب راح نضيف فوق المطلوب. ليش راح نضيف فوق المطلوب؟ على مود نستنفذ المادة التحليلية اللي هي الانالايت الاي. then يعني على مود نتخلص من المادة التحليلية. then the exact degree of access is determined by subsequent titration of the unreacted intermediate LE with the titrant B. هنا نشيقه بعد ذلك
يتم تحديد درجة الزيادة الدقيقة. الزيادة الدقيقة شو راح نحددها؟ عن طريق معايرة لاحقة للوسيط غير المتفاعل. راح نسوي معايرة للوسيط الغير متفاعل اللي هو الإي مع المادة القياسية أو المعاير اللي هو البي. هذا الشرح ما بي أي شيء، بس يقول لنا المادة الوسيطة راح نضيف فائض من عدها لاستنفاذ المادة التحليلية اللي هي أي. تمام، نجي لهنا. الباك تايتريشن is used when the analyte يقول لنا يتم استخدام التصحيح الخلفي عند التحليل أو عندما المادة التحليلية شبيهة. تصحيح الخلفي شو وقت راح نستخدمه؟ عندما المادة التحليلية أول شيء doesn't react with the standard solution B، ما يتفاعل مع المحلول القياسي اللي هو البي. ثاني شغلة or reacts too slowly، يعني يتفاعل ببطء شديد. المادة التحليلية إما ما تتفاعل مع المحلول القياسي أو لا تتفاعل بس السرعة مالتها بطيئة جدا ببطء شديد. In back titration في التصحيح الخلفي، أولا none axis of another standard solution الE is added to the analyte. بالتصحيح الخلفي أول شيء راح نضيف الفائض المعروف أو الفائض من المحلول القياسي المعروف اللي هو الإي. وين راح نضيفه؟ نضيفه إلى المادة التحليلية الأي. أي زائد إي إي يعطينا برودكت زائد إكسس الإي إي. تمام، الملي مولات مال الأي يساوي رياكتد ملي مول الإي في الأي على إي، يعني عدد الملي مولات مال الأي تساوين عدد الملي مولات المتفاعلة مال الإي في الأي في عدد مولات الأي على عدد مولات الإي. The axis of الإي is titrated with standard solution B. هذا الفائض راح نحصله هسه. أول شيء متفاعل الإي تفاعل ويا المادة التحليلية، اعطانا ناتج واعطانا فائض من الإي. هذا الفائض من الإي وين راح يتفاعل؟ ويا من يتفاعل؟ يتفاعل ويا الستاندرد سوليوشن اللي هو البي. الإي اللي هو الأكسس زائد البي بي تو ذا ايكوفالنت بوينت، هاي المعادله العامه مالتها. تمام، الاكسس ملي مول الاي ملي مولات الفائضه من الاي يساوين ملي مول البي في الاي على البي. خصم الحكي انه هذن المعادلات والقوانين تشتغل فقط على المواد المتفاعلة، ما عليها بالمواد الناتجة. تمام، الاكسس ملي مول الاي عدد ملي مولات الاي يساوي عدد ملي مولات البي في الاي على بي. تمام، الملي مولات مال الاي يساوين ملي مولات المضافة مال الإي، نطرح من عدها الأكسس ملي مولز الإي في الأي على إي. يعني احنا مو قلنا انه راح نضيف فائض من المادة الإي راح نضيفها الى الانالايت اللي هو الأي. هاي المادة او الملي مولات راح نضيفها
نطرح من عندها، احنا قلنا انه هي فوق المطلوب راح نضيف، فوق المطلوب راح نضيف. زين هاي شلون راح نحسبها الملي مول مال الاي؟ العدد ملي مول الاي اللي هي ملي مولات المضافه مال الاي، النقص من عندها الفائض اللي انطرح او اللي استنتجناه بالمعادله، النقص من عندها خوش في اي على اي. ملي مولات الاي يساوي عدد ملي مولز الاي، الاكسس ملي مول الاي هو نفسه هذا، فنجي نعوض ملي مول البي في الاي على بي في الاي على اي. هاي هذا القانون، اول قانون الي مال الملي مولات مال الاي. القانون الثاني يقول لنا المولاريه ما تساوي لنا الملي مولات على الحجم، هذا القانون الثاني. هذا ما اعتقد بس للفهم، لان هو ايش قايل باحثة بالمثال اللي وراه، قال انه هذا المثال فقط للاطلاع، هذا بوقتها بالمحاضرة قال انه هذا للاطلاع فقط، لذلك اعتقد هاي بس للفهم ما نحفظ اي شيء من عنده. هذا تايتريشن كيرف اللي هو منحني التصحيح، titration هي addition of a measurable volume of non-solution titrant to an unknown solution until it is just consumed. العملية التصحيح هي عملية إضافة حجم قابل للقياس من محلول معروف اللي هو titrant المعاير to an unknown solution until إلى محلول غير معروف until it is just consumed اللي هو حتى يتم استهلاكه بالكامل، حتى يتم استهلاكه بالكامل. B use the stoichiometry of the reaction of the unknown and unknown to calculate the concentration of the unknown solution. استخدام قياس متكافئ لتفاعل معروف وغير معروف لحساب إيش نحسب تركيز المحلول المجهول. C pH curve shows the change in pH versus volume of titrant as the titration proceeds. يوضح منحني الأس الهيدروجيني التغير في الرقم الهيدروجيني أو في الأس الهيدروجيني مقابل حجم المعايرة أثناء استمرار التصحيح، أو مقابل حجم المادة معلومة التركيز مقابل حجم المادة معلومة التركيز as the titration proceeds أثناء استمرار عملية التصحيح. Important points نقاط مهمة. A pH increases slowly far from the equivalence point، يزيد الأس الهيدروجيني ببطء بعيدا عن نقطة التكافؤ، هنا يجيبها pH فراغ slowly far from the equivalence point. Increase لو decrease يطي اختيارات هي increase او لا ما يطي هيج. pH increases slowly far هاي فراغ from the equivalence point، هنا ال increase راح يصير بعيدا عن نقطة التكافؤ، او يقول لنا pH increases slowly far from the فراغ equivalence point لو end point لو غير نقاط، هذني يجوز يجيبهن هاجي. ال pH changes quickly near the equivalence point، الأس الهيدروجيني يتغير بسرعة قرب نقطة التكافؤ. The equivalence point of strong acid strong base titration يساوي 7، النقطة التكافؤ
لحامض ضعيف وقاعدة لحامض قوي وقاعدة قوية، أو لتصحيح حامض قوي وقاعدة قوية هو 7. هاي نقطة التكافؤ. 3. The titration of strong base with strong acid is almost identical. معايرة حامض قوي أو قاعدة قوية مع حامض قوي تكون متطابقة تقريبا. هاي ما بيها شي، بس هذا نيتشه أهم من هاي. Titration of weak acid with a strong base. هنا أنا عملية تصحيح حامض ضعيف مع قاعدة قوية. هسا أول واحد قاعدة قوية وحامض قوي، أو بالعكس حامض قوي وقاعدة قوية. هنا الثاني يقول لنا تصحيح حامض ضعيف مع قاعدة قوية. أول شيء addition of strong base to a weak acid forms buffer solution. عملية إضافة قاعدة قوية إلى حامض ضعيف راح تشكل لنا محلول بفر، هذا يجوز يجي تمام. ال HA زائد OH يعطينا A سالب زائد H2O. يقدر يغير هيش يسويها HA زائد H2O ينطينا A سالب زائد ال OH. إذن هذيك غلط وهاي هي الصح. ثانيا if not enough base has been added to complete the reaction راح يعطينا او راح نستنتج انه ال HA على ال A سالب بفر. هنا يقول لنا اذا لم يتم اضافة كمية كافية من القاعدة لاكمال التفاعل، بالتالي راح يكون تركيز الحامض على تركيز الملح بفر، او محلول بفر راح يكون تركيز الحامض على تركيز الملح. هسه اهم شيء بهن هي هاي والمعادله. important points، نقاط مهمه. pH increase more rapidly at the start than for strong acid. الأس الهيدروجيني يزداد أو يزيد الأس الهيدروجيني في البداية بسرعة أكبر في حالة الحامض القوي. راح يزداد الأس الهيدروجيني بسرعة في البداية في حالة الحامض القوي. pH levels of near pKa due to HA أي سالب على أي سالب buffering effect. مستويات الأس الهيدروجيني تكون بالقرب من الـ pKa. ليش؟ بسبب تأثير محلول بفر اللي هو HA على الأي السالب. قوانين مالتها يقول لنا شو وقت ال pH، شو وقت ال pH تساوي ال pKa. pH تساوي pKa، شو وقت هاي تصير انه هذا ني يتساوي عندما الحامض تركيز الحامض ال HA يساوي تركيز الملح اللي هو أي السالب. ال pH تساوي pKa زائد لوغاريتم ال أي السالب على ال HA. نفترض انه ال A هو 0.1 وهنا 0.1، قلنا انه هي متساويات 0.1 على 0.1، لوغاريتم الواحد شجقد 0. اذن ال pH تساوي pKa شوكت عندما ال HA يساوي ال A السالب. هنا يقلن ال pKa زائد لوغاريتم الواحد شجقد هو 0.
BKA. إذا ال BH تساوي ال BKA وين A السالب تساوي H ال A. A curve is steepest near equivalence point. Equivalence point أكبر من 7. المنحني هو أكثر انحدارا بالقرب من نقطة التكافؤ. عندما نقطة التكافؤ تكون أكبر من 7 يعني بالقاعدية. ليش قاعدية؟ لأن strong base قاعدة قوية. Curve is similar to strongest strong base after equivalent point where OH is a measure. منحني المنحني يكون متشابها لحامض قوي وقاعدة قوية بعد نقطة التكافؤ عندما يكون الـ OH هو الأساس بها. يعني أنه الـ OH مال القاعدة يكون أساس بالمعادلة. أهم شيء أنه الـ BH يزداد بالبداية عندما يكون Strong Acid. هنا الـ BH level of near BKA due to HA على A buffering effect. هاي الثاني. كذلك شو وقت الـ BH تتساوى ويا الـ BKA؟ خوش. شو وقت الـ curve is steepest near equivalence point؟ يعني شو وقت يكون أكثر انحدارا بالقرب من نقطة التكافؤ؟ عندما نقطة التكافؤ تكون أكبر من 7. هاي أهم نقاط بيها. الثالث والأخير titration of weak base with strong acid. تصحيح قاعدة ضعيفة مع حامض قوي. يعني هسه صارت بالعكس. هناك حامض قوي وقاعدة حامض ضعيف وقاعدة قوية. هنا قاعدة ضعيفة وحامض قوي. صارت بالعكس. A similar problem to the titration of a weak acid with a strong base. نفس المشكلة مع تصحيح حامض ضعيف قاعدة قوية. أول شيء determine major spaces from the stoichiometry. تحديد الأنواع الرئيسية من قياس العناصر. ثانيا calculate pH from weak acid buffer or weak base accordingly. اللي هو حساب الرقم الهيدروجيني من حامض ضعيف أو محلول بفر